يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله طيبين. انا متحمس لفيلم سبايدر مان، بس دائما تصير مشاكل لما يسووا حجز مبكر لفيلم مره مهم، تصير مشاكل والمواقع تصير ايش داون، ما حد يقدر يحجز الا اللي لحق من بدري او اللي كان محظوظ جدا وعنده علاقات كويسه. المهم الفيديو ده ممكن يكون واحد من اقصر الفيديوهات في القناه، ماني داري، وممكن يكون واحد من اطول الفيديوهات في القناه، لانه ايش بربره، ما فيش سيناريو واضح، بس عندي حاجه حابه اشاركها معاكم. اول شيء قبل ما نهرج وقبل ما نبدا نتفزلق ونتكلم كلام كثير، شوف الكلام اللي بقوله ربما يحتوي على حرق. اذا انت خلاص اكتفيت من النظريات تبع سبايدر مان واكتفيت من الاشياء اللي انتشرت في الانترنت والتحريات والفوتوشوبات والاشياء اللي ربما تكون حقيقيه، افقع، اطلع من هذا الفيديو، بس حط لي لايك الله يجزاك خير وروح الله يستر عليك، لانه ممكن نحرق. شوفوا يا جماعه، انا عندي واحده من النظريات اللي سيبوا نظريه اندرو غارفيلد وتوبي ماجواير انهم بيطلعوا في الفيلم واللي هي غالبا بنسبه كبيره راح يطلعوا، سيبوا نظريه انه ام جي لما تطيح ممكن اللي ينقذها اندرو غارفيلد كتعويض عن موت حبيبته في عالمه. في نظريات كثيره انتشرت، ونظريه انه ليزرد في واحد مخفي ضربه المخفي، هذا هو واحد من سبايدر مان اندرو او توبي ماجواير بس مخفين بالسي جي اي. سيبوا كل النظريات هذه كلها، ركزوا لي في ذي النظريه، هذه النظريه من كيسي، انا توقعتها شاركتها قبل كذا في اجتماع مع أرابيك مارفل على الديسكورد. ماذا لو، ها ركزوا في ماذا لو، ماذا لو كان فيلم سبايدر مان نو واي هوم عبارة عن حلم، مش حلم بيتر باركر نايم قاعد يحلم، لا، ماذا لو فيلم سبايدر مان نو واي هوم عبارة عن محاكاة أو عالم كذا وهمي صنعه دكتور سترينج علشان يعلم بيتر باركر درس معين. ربما يكون هذا الدرس انه انت زعلان ان الناس عرفت انك سبايدر مان، تعال خليني اوريك سبايدر مان الثانيين ايش قاعدين يواجهوا اللي في العوالم الثانيه، تعال خليني اوريك سبايدر مان الثانيين كيف ماكلين هوا. يمكن يمكن لا، بس انها صراحه حاجه مرجحه مره كبيره. ايش اللي خلاني اقول الكلام ذا يا جماعه؟ ايش بيخلي دكتور سترينج، انا ترى مره احب دكتور سترينج واحترمه واعرف انه ايش يعني انسان رزين كذا، يعني حتى لو تفتكرون في مشهد في فيلم انفينيتي وور لما كان ايرون مان وبيتر باركر في المركبه الفضائيه ومعهم دكتور سترينج وكان بينهم كذا جدال، دكتور سترينج ايش قال لتوني ستارك؟ قال له لو خيروني بينك وبين بيتر باركر وحجر الزمن راح اختار حجر الزمن وراح اضحي فيكم. آدمي ما عنده لعب، واحد زائد واحد ساوي اثنين، في اشياء اسمى، في اشياء اهم من اني احميها. ايش اللي بيخلي دكتور سترينج يضعف كذا ببساطه ويجي عنده بيتر باركر يقول له تعال حبيبي تبغاني نسى الناس مين انت، حتى لو في مضاعفات، حتى لو العالم هذا ينهار، تعال ليش لا. ذكروا انه صديق دكتور سترينج شو اسمه الاسيوي ذاك السمين، نسيت اسمه، قال له حذره، قال له دكتور سترينج لا تستعمل هذه التعويذه تراها خطيره. Cast that spell. It's too dangerous. وقال له ما راح استعملها، وغمز لبيتر باركر. Fine. I won't. ايش بيخلي دكتور سترينج اصلا ينزل الى مستوى بيتر باركر وعقليته هو عارف انه لسه ولد مراهق ولسه ايش ما عنده يعني وجهه واضحه. فبرايي انه دكتور سترينج راح ياخذ بيتر باركر يقول له يب 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 تعال تعال دحين اخلي الناس تنساك ولا يهمك عندي تعويذه كذا اسويها. في ذيك اللحظه اللي نزلوا تحت الارض وبداوا يشتغلوا دخلوا كذا في عالم وهمي عن طريق السحر اللي استخدمه دكتور سترينج وخلاه يعيش في محاكاة ويشوف أشياء وشويات وعيشوا كذا في مسرحية. وفي نهاية الفيلم خرج وقال له خلاص حبيبي خفت، شفت ايش اللي صار؟ ها؟ هي تعوذ من الشيطان وطز وخلي الناس تعرف انك سبايدر مان وخلي الناس، ما يهم هذا مو مهم. وبعدين خلاص يوصلوا كذا الى مرحله اوه يا خلاص انا بخير، لا 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 خلاص انا مبسوط، الامور كذا كويسه، لانه ربما في المحاكاه هذه دكتور سترينج يتعمد انه يخلي بيتر باركر يخسر ناس مهمين، زي مثل مين؟ زي ام جي، ممكن يخليها تموت كذا وبيتر باركر ينجن لا ليش تموت؟ وربما في المحاكاه هذه دكتور سترينج يخلي مثلا انت مي تموت زي ما قال فارس في فريق مارفل بالعربي، قال انه ممكن انت مي تموت وتكون هي نقطه التحول لبيتر باركر زي ما كانت نقطه تحول توبي ماجواير واندرو غارفيلد موت عمهم بن او انكل بن او انكل بن، حلو؟
حلو. بعد ما ينتهي الحلم هذا والواقع والمحاكاة ذي اللي سواها، أو الواقع الموازي والمحاكاة الوهمية اللي سواها دكتور سترينج لبيتر باركر، خلاص مبسوط حبيبي، ترى كل شيء بخير وما في الا وما فيك الا العافية، ام جي بخير، انت ماي بخير. اللي بيصير الحين حبيبي انه خلاص انقلع بيتكم، يلا مع السلامة. في ذيك اللحظة، في ذيك اللحظة ايش يصير؟ What's happening? They're starting to come through and I can't stop them. تنفتح البوابات او بوابة العالم الموازي اللي شفناها في نهاية التريلر، وهنا بيتر باركر يقول له ايش فيه؟ ايش اللي صار؟ هنا دكتور سترينج يقول والله انا ما سويت شيء، وربي ما سويت شيء، والله ما سويت شيء، حتى التعويذة ما سويتها وكله كان وهم. وش يطلع في النهاية؟ يطلع سيلفي ولوكي قتلوا كانك وفتح بوابة العالم الموازي، وينتقل بين الاحداث الى فيلم دكتور سترينج. بالله ما هي نظرية منطقية، ما تحس ان فيها شيء كذا شوي من المنطق وشيء مرجح؟ اللي بيخلي نظريتي هذه انها مرة مرة قوية، ليش دكتور سترينج يسوي كذا؟ مستحيل دكتور سترينج يضحي بتعويذة خطيرة زي كذا علشان بيتر باركر، مستحيل. لو انه على شيء يسوى، لو على كون ومجرة ممكن، بس عشان بيتر باركر لا لا، دكتور سترينج ما يسويه. واللي خلى الموضوع اكثر يتعزز، فاكرين دكتور سترينج في الاعلان ايش كان يقول لبيتر باركر واللي معاه؟ يقول لهم You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself starting with the word please. Please, Scooby Doo this crap. Let's Scooby Doo الهرجة اللي سويناها، خلونا نعالج الموضوع. يلا يا عيال هيا ساعدوني. دكتور سترينج اللي عنده جيش من السحرة ويقدر يسوي النيلة والمنيلة وقدر يقاتل جيوش لحاله، فجأة يستعين بذول الثلاثة. Let's Scooby Doo this. يا جماعة شوية منطق. هذا تحليلي. لو سوني خلت دكتور مارف لو سوني ومارفل خلوا دكتور سترينج بهذا الضعف وبهذه البلاهة، أقسم بالله من الحين أقول لكم الفيلم هذا بيطلع زبالة. لكن ما راح يطلع كذا، أنا متأكد إنه نظريتي فيها كمية كبيرة من إيش؟ من الواقعية. يمكن تكون صح، ولو طلعت صح انا اسف اني حرقت عليكم وحرقت على نفسي، بس والله ماني قادر اوقف تفكير ليش دكتور سترينج يسوي كذا، مستحيل. جالس كذا تعرفون تجيكم لحظات صمت وقاعد افكر، ها جات في بالي وقيت قلتها وقيت ناقشت النقطه دي ترى مع ربك مارفل في واحد من الاجتماعات زي ما قلت لكم، مستحيل دكتور سترينج يكون بهذا الغباء، مستحيل مستحيل مستحيل، الا لو في لحاجه في نفسي يعقوب، يعني كذا حاجه في غرض في راسه يبغى ينفذه، او انه ذاك ما يكون دكتور سترينج اللي سوى الهرجه ذيك، يكون فيرينت من دكتور سترينج جاء من عالم موازي، ما ادري، بس ما نبغى نخوض في الحوسه اكثر من كذا، بس نظريتي هذه. واذا انتم تشوفوا انه كلامي منطقي اكتبوا لي في التعليقات، واذا تشوفوا انه كلامي ربما يروح في عرض الحائط وفي القمامه وفي واحد من القمايم حق العوالم الموازيه برضه اكتبوا لي، بس استيل بالله كي بالله ما تحس انه نظريتي منطقية، والله منطقية. وبس كثرت عليكم كلام، الله يعطيكم العافية يا جماعة، شكرا لكم على المشاهدة، كان معاكم الوجي، اشوفكم في الفيديو القادم.